بس احنا داخلين السلم، ضل الدور الثاني ده تحت السلم. الحمام السلم اللي بدأ في الدور الثاني. ده حمام ده الدور الثاني. دي علاوة كانت خاصة بي. ده مش الشباك دي اهي، حتة في السقف منور، ده منور. تعلم الكتب دي، تعلم الكتب اللي ملموها يكونوا على جنب. دي الأوضة، شوف الحاجة على كده احسن. دي أوضة من داخل أوضة. عندي كتب طبعا مرمين، ممكن يكون رموها الغفرة. شبك هالباب يكون فيها دبيب. دي أيقونة العضرة في الشباك اللي على الشارع. دي الأوضة اللي داخل الأوضة الكبيرة دي اللي على الشارع، برضه أوضة على الشارع داخلها أوضة.
لما ده انت سامعين شباب الموضوع ده زي ما انت شايفين وقالي صورة ايقونة وده الروشن اللي على الشارع اللي على تحفظ الباب العمومي مغلق وجاره ايقونة ودي الأوضة الثانية في الدور الثاني احنا ده عبارة عن كنيسة صغيرة أو مسبح ده الشباك اللي على الشارع مفتوح من فوق اهو وده الشباك لناحية المزرعة ده الهيكل وادي المسبح قدامنا اهو عليها صورة المسيح وصورة العذراء وده فوق طبعا صاحب المسبح ملك ميخائيل كده احنا داخلين المسبح اهو طبعا الأرضية بايظة خالص هنطلع بينا من هاد اللي عليه الحذاء بس فاز مش عافيان ده المذبح اها وادي الكرسي وادي كتاب على المذبح قاعد زي ما هو بس انا هنزله مكتوب عليه اللص الماضية السنوي ده شباك في نفس المذبح احنا كده فوق الدور الثاني في هيكل الملاك ميخائيل وده مفارش ودي الحيطة ها ده منور نفس الهيكل طبعا زي ما انت شايفين السقف المذبح من فوق اهو وده شمع دنين بالحائط بخور لا حرام ما تكمل حالة مش هتعمل حالة لا لا مش حرام كده ده بخور وهنا في شمع طبعا الكيس شمع زمان اهو وهادي كوبايات الشرب للتفريف طبعا دي اهو
ساتر. اللي احنا طلعنا احنا كده في الصالة، رجعنا للصالة تاني. وده زي ما انتم شايفين السقف، ده المنور اللي كده تحت الدور الأرضي، شايفين الوضويت في الكنيسة. انت كده دي كده أوضة، أول أوضة على يدك اليمين. لما تدخل الدور التاني صورني هنا، معلش الدنيا ضلمة. وعادي السقف، دي أوضة عليها بحر، ودي حاجات، ودي لمبة أيام زمان. دي كوبايات وطباقة، كده النوم ما ندخل كده. ودي الأوضة التانية زي ما قلنا، وهنا ده اللي هو فيه مذبح الملاك ميخائيل بداخل الأوضة. صورنا دي هنصور، هندخل على الروشن اللي على الكنيسة والهياكل اللي تحت اهو. ده حتة شباك صغير مفتوح هنصوره منه في الكنيسة. كان صورنا اهي، دي صورة العذراء هناك معلقة في الكنيسة. كده احنا طالعين للصبوح، وادي بعض صغير على الصبح هندخل منه، مش هندخل جوا. ايوه انا قلت لك في غلط، قلت لا بس مش هتكون فلاش ميدان. احنا كده في الصبح، وبعدين ناخد الزرع الجيران. وهذا الجبل اهو جارنا، دي فتحة في حد الصدوح بصور منها الكنيسة تحت.
وضوح. مفيش حد هنا هرمي، مفيش حد صادق، مفيش حد. ماشي، احنا نازلين من الصبح. وده المدخل اللي في الدور الثاني كده بقى من فوق احسن. وات ده الدور الثاني ده الحمام اللي على السلم وطوب ده وطوب كبير. وطوب دي كلها حاجتها تعورنا بس طبعاً من جوا طويل بس نحن نصوره. خلي الكاميرا بعيدة أشوف، خلي الكاميرا بعيدة أشوف. دي الأوضة اللي في الدور الأرضي، أنا المصور من هنا على السلم مليانة وطويط. كده دي حمامات تحت السلم، احنا قلنا عليها قبل كده. ريحتين دي الكنيسة، دي داير بمين دي؟ دي الوضعود اللي في الكنيسة، احنا في الدرجة ورا الباب العمومي. شوف الريحة صح؟ كنا عليها شايف؟ لا دقيقة، احنا على منظر الكنيسة هو بره. كده دي أول أوضة مليانة وطويط، احنا خايفين لأحسن حاجة توقفش فيني. دي أوضة في الدور الأرضي، بصراحة أنا خايف لأصور يعني، الدنيا ظلمة طبعا جوا. وده شباك الأوضة، ودي الأوضة الثانية اللي هي جار الباب على طول برضه في الدور الأرضي. ده الباب ده يدس معقولة ما يسيها ما؟ طبعا ده الأوضة اللي رحلة الأوضة لا تحتمل. هات كده هنا ونصورها. ده جركن على فكرة، في مية من أيام ما كانوا يصلوا هنا زمان سنة 80 أهو، وفي مية والناس شربت منه. طب كده شوية هنا بس صلينا اهو. دي المية من ايام الصلاة بس. خلاص تمام ماشي. حاجة تحزن القلب. دي اوضة، يبقى في الدور الارض في اربع اوض. دي الأوضة اللي جنب المدخل بتاع الكنيسة، وادي الكنيسة من هنا. كش طبعا هذه الكنيسة حل في ده كله من جميع الجهات. أنا خايف لأدخل أهو، احنا هنجيب الصورة بقدر الإمكان. أهو الحائط
وادي في ايقونة هنا انا مش قادر اصورها اهي. اهو وادي الحيطة. هندخل كده على ده اول مذبح. طبعا الحيطان اتاكلت والهياكل والستر اتاكل. وده تاني مذبح. وده يكون للعذراء من ايام بداية فتح الكنيسة قاعدة زي ما هي اهي. هورالكم عن قريب يعني مشبر شوية عشان الشمس. وده المذبح الثالث. كده احنا هنيجي في جدار الحائط. وده طبعا صندوق تبرعات عمله ابونا بسلوس زمان. وده الحلف اللي مغطي الكنيسة. في بيتنا حيوان هنا فين. ده مكان للزير. ده ما عرفش اسمه ايه بالضبط. ابو حسين ميت. كده دي اول اوضه. هاي الارض خفت بينا. دي كنبه ده جبت من المايه. ده شباك. ايوه حاجه كنبة. دي كنبة. نشوف الدرون بضبط لما الدنيا ظلمة. فين المشيخ؟ فين؟ طب الوقت دي فيها ترمبة بس الدنيا ظلمة. طبعا ده كله هتيجي تدخل المبابير. هو ليش ما في مكالمات عندي؟ دي كلها وضويط. آلاف الوضويط احنا دلوقتي في ال ده العداد بتاع الكنيسة اهو. مش مشكلة براحتك. ماشي انا ورا الباب وقفة. ماشي اطور يا شكرا.
كما انت شايفين السقف كان دخان. كل ده صوت وضويت على فيه ده الباب عموما من ورا بس من جوا. دي اول اوضة على يدك اليمين بس جوا ضلمة فيها وضويت. دي المذابح اللي تهدت. ده هو المذبح. ده مذبح الوسط. دي صورة للعذراء. المذبح الثالث. طبعا ده كله حلف بعد كده الفناء. ما ما همشي ما تغير. لا صورنا فيديو ماشي صورنا كده انا نروح نصور كده ونشرح بسرعه قبل ما اجي صباح. ده الباب العمومي احنا جوه الكنيسه. لما تفتح على يدك اليمين هتلاقي اول اوضة فيها طرمبة المية. طبعا شايفين الوضويط الاف من الوضويط الضخمة متوحشة. ها
هتلاقي الاوضه الثانيه على يدك اليمين وده الشباك بتاعها. وبعدين ده المهم اللي قادرين يعني احنا بنسكت كده. على يدك الشمال هتلاقي في اوضه نقدر نصور فيها عشان فيها ضوء وفيها حاجات. شباك الكنب دي فيها ميه من ايام الجدات اللي اتعمل فيها وزمانها عاوزة مليانه ميه. الأرضية خط الأرضية كده والله عشان كده طبعا خاصة غير نفسكيه. احنا دي بطول زمايلي اهم دول تاني غربين بركات. احنا دلوقتي بنجروا اتفتح باب الكنيسة. شد واحد معايا عشان ترمى بس كده.